بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خوش كبرات رزدار، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اب انا هي خدي ام جاشتن اي بو بيشكش كرنا خلاك قاديش برنامج ما باوري امي فيش خديتكن اجباني وي بلند او في باوري الدفمه مكم بكت ما بهلت انساخ سيرفي باوري وما بمرين تن سيرفي باوري وحشر مال جل اهل باوري بيت كرني سركش هميا پیغمبر خدي محمد صلوات خدي سربن ابدر يس بي بشن ديوان رب العالمين خلاتش هميا مصدر برسق ما هميا بكتن كرازبين او بيا وما بكتن بحشتا خدا هر وسام دخوازش خودت کن اجبانویی بلند او برای مبدا تنریق باشی و خیر دنیای دا مپارزتن اجبلا و مصیبت دنیای و مپارزتن اش خرابی باشی برسق مهمیا بکتن رب العالمین ما و ملت ما و بشریت مروفاتی همیه برای وامدا تن باشی و شریکت خراب برای وان ودتن موضوع ما بحث ایمان بالملائکه یعنی ما ایمان هبتن ملائکت تاین ومع صحبة السر ملائكة تاكر كان يتشوان علاقة وانا علاقة ملائكة الجل ممروفة والجل كونيكا يا شوانا ما صحبة هندك السركر وكأن بين سحكيني كان ملائكة بمشتكن ما إيمان لازم بهابتن ملائكة مخلوقك يشنير هي هاتي شكرني شرونا هي وف ملائكة جشولوي خيرة جارك دي أن بين براخة كأن بصرمان خود اف دین ابو مفرکری اش وقت آدم پیغمبر صلوات خود سربن و حتی دین پیغمبر ما اول هزر و بیرت ما در حق ملائکت ادا عالمی بخواد چه بیجتن دین کی دی بخواد چه بیجن خلق بخواد چه بیجتن او یاوانن اما اسلام اوا خود هنارتی هو صبح سی ملائکت ات کرد یتاتن شکر نشنیر هه ملائکت مخلوقه که بز باشیت کتن خرابی ابدا ناکتن ومطاع رب العالمين اتكتن اهمية اشتادا مخالفة نينا نوكي ممروفة راستا ام قهدارية خذ اتكين هند اشتادا بس اندكا نا قهدارية جدكين باش يتكين خرابي جدكين خراب الناف مدها باش جيتهين اما ملايكة حصانين هميد باشن خرابيش كسي تشينابت نا قهداريش كسي تشينابت تشتش هميا مصدر بوانا تشتا يعني عبادت خدية وقهدارية خدية الفيري رب العالمين ما بحثت كتن بيش قال لي مروفا من هنداك ملائكة تشيكرين اف ملائكة اب ودعاتكن دعاء بما تشتكن هندي هند حشمتكن هندي هند حش بصرماناتكن حش مروفاتكن داخوزش خدتكن بيش يا ربي تلفانا بوري ابت خلاتي كرين قلناه كرين داخوزا هندتكن شوا مروفاكي 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 مروفك مروفي هبتن يباش قالك حش مروفي بكتن حمي وقت نصيحة المروفي بكتن وحمي وقت تبشت مروفي را برافاني ودفاعش مروفي بكت أين الملائكة جي أبنا رب العالمين بشتنا أف ملائكة شتكن أف ملائكة أبوا دعاتكن داخوزش خديتكن بجي يا ربي تو المروفة بوري تو البصرمانة بوري تو القناهيت وانا بوري تو بريوام دي باشية رب العالمين بحسيون هندك جهات كتن بشت الذين يحملون العرش ملائكة أون أويتكو هندك شفان ملائكة عرش خذت هلجرن ومن حوله يعني أف ملائكة عرش خذت هلجرن وأول دورمانت ون ملائكة يسبحون بحمدهم بحمد ربهم ويؤمنون به دائما بجن يا ربي تبهاكم نزهه أو ريكاتا قوتي يا درستا شقو سيريل تنينن كي ماسيل دفتنينة حمدا خدتكن وإيمان جي اتئينن ويستغفرون للذين آمنوا يستغفرون عن بشت يا ربي تقنهت خدان إيمان جبي يا ربي تقنهت وانا نهلي تقنهت وانا بيجبك بجن ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما في ملائكتها هذه دعايتكن يا ربي تو قلنا هيد بصرمانا جبي شد بيجن بيشت يا ربي رحمة تجي عرض عصمانانا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما رحمة تجي عرض عصمانانا أبا ملائكة بوكي يبو ما دعاتكن فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك يا ربي تو قلنا هيد كيف غفريني أفيد توبتكن وأفيل دفريكا تتشن خدان إيمان أبا إيك تقول هيتون بغفرينه فاغفر للذين آمنوا
واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. يا ربي توان مروفا خدان ايمانا بارزش عذاب جهنمي. ربنا جركدي اخفتنا ملائكتنا. ربنا وادخلهم يا ربي توان مروفا اوان خدان ايمانا چلبكي وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم. نسافي دعاي جيبو ماتكن يا ربي توان خدان ايمانا بكت بحشت دا او بحشتا تا نوفتوي ديناين او بحشتا تا وعده بيدايك وديوابن بحشت وانا تبكيت دا ويش باشت وانا اش ديبابت وانا اش هفجينت وانا اش كنيت وانا. يعني يا ربي اوانا وباشت ديوانا جيكاتين اوانا جتواليكي وبشتين جيشت بجن انك انت العزيز الحكيم. يا ربي تو عزيزي يعني شو تشنش تدخل برتا بيرت والشو اللي تهم يجد بنجهن. وقهم السيئات اسعى ملائكته لا فلافت كنوب يا ربي يا ربي تو قنها تو مغفرين يا ربي تو بكيت بحشت ذا يا ربي تو بارز الجهنم يا ربي يا ربي تو بارز وقهم السيئات يا ربي تو بارز جنها. ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته او تا بارز جنها او تني فايده كرو تدي رحمه بيبي وذلك هو الفوز العظيم. أفا سركتنا شمية مصطرة أفايا ها ملائكتنا ها هو صابو ما دعاتكن يعني إش داي بابت ما بتري دلوانا يب ما با إش مروفت ما إش ما بخوا بخوا أم قلنا هاتكين بس ملائكت دلوان قلك يب ما با وتشن ديوانا رب العالمين وفان دعا بخش خديتكن. دام سحكين حديث البيغمبر صلى الله عليه وسلم كملائكت بيوان ديوانا القلمة كاتشوانا بيغمبر حديث بي صلاة قد السربن بشت ما من يوم نين الرجا كش رجا يعني هم من رجا هو صنا يصبح العباد فيه نين الرجا كالعبد خدي ببتن سبيدا يعني بشن اللي ببت سبيدا إلا ملكان ينزلان إلا هدو ملايكة دي انخواري وأف ملايكة شو ليفانا أبايا أبا هود بيجت أبا هود بيجت. فيقول أحدهما إيك شوان شد بيجتن اللهم أعطي منفقا خلفا يا ربي أو امرو في خيرا بكت يا ربي تو أو خيرا وكري تو هندا باري دي تري بوزيدة تربيني يعني مالوي كيم نبت هندي خيرا بكت يا ربي كيم نبت أفا شو لك يا شو لملائكتنا يدعاتكن اللهم أعطي منفقا خلفا يا ربي أي مالخت نفقينة أو تمزيخت ريكت خير ذا يا ربي تو خلفك بدي مالخ راكر تشتكي دي تري پشت رابین جارک دیوی مالی بودا گره چند پارا دانه تو هند پارا بو چند خیر کرنه تو هند خیرال وی زیده که اوه ملائکتک چکو حج باشید کتن و یقول الاخر و یه دیتره چد بجتن اللهم اعطی ممسکن تلفن هند امروویت هند بشت خودم خیر نبین و از خیرا ناکم و از خیرا کل جل کسی جناکم یعنی اویه برای خدای خرابیه ملائکت بو ویجی بشت نیا ربی اوی چلیب که اللهم أعطي ممسكا تلفا يا ربي أوي مالد جرتن ممسك أوي مالد جرتن يتشريك وجدليوي دار نكافتن يا ربي تو مالوي بتلفي يا ربي تو مالوي نهيلي نين الرجك بو هركسا كشما اللي هدو ملايكتين خاري أفا في دعايت كتن أوي خيرت كت يا ربي أوي خير كري تو خيرت وزيدكي يا ربي أو باري صرف كري تو جارك ديوي باري بو بدل فكي يا ربي أوي شركاتيت كتن يا ربي تو مالوي نهيلي طبعا افا هرد خير افا دعات ين بوان مروفا افت يعني خيرت كن داو بردوامي بدني يدي تريشي حكا هرب مينت هر رو اف مروفا اف مينتو هندا اب كده ستير بتن بلا اف مالا دستي ويدانا بتن دا خرابيا بينا كتن الفيري اكرا مسحكين بسا شولك دي شولت ملايكتا شلمت كن يعني برم مرقت اخن برم روفا خدان ايمان مرقت اخن چتشتي راضي بينا خدي گهداري يا خدي ايش بر خبدي خدي تا چندي برحمه تو گه خبدي دي شي اتركاتا تس دي سر في راز بي شي مروفا كي يعني بابا كي گلك كيفاوي عيالي بي دلي من بيفا وهند النصيحه تش نيفاد اللي خو الفي كوري بكتن فيك تشي بكتن بش اهوب كي دي هو صابي افا باشا افينك افا بوتا باشا افا خرابه يعني جلد البيبه هي عين الملائكه جي يهولت كني جهداري يا خدي
طاعت رب العالمینی الدف قانون و نظامت رب العالمینی مرو پریبشتن نشام مرو بکن شرینت کن کشخت کن تازت کن دام مرو بگرتن و ملائکت جی بس قنجیه که یبو مرو بکن و عبادت خودت کن و گلک تشتی خودت تدبیر مرو بی الدف مرو و شرینت کن مثلا دی بجتی قرآن و خاندنی شولت خیره بکن علمي بخينا بري عالم بدا باشي هرا جهت قنجي واف ملايكتين جهت نفيجي واختمر في نفيجي كت كيفون قالك تت ورن ورن افا ايكل فيري ايه نفيجي كتن واو جدي رابن ان حاضر بن درمان توي او دي بو دعاكن وكي قرآن تخينتن ورا افا ايكي قرآن تخينن ودي بيجن ايكو دو ودي دو في كوم بن وكي بيغمبر حديثة بيه صلافة خذ السر بن ادبشتن بشت صلاة الرجلي پیغمبر حدیث بیت امام بخاری مسلم هر دو کاف حدیثه روایت کری اش ابو هریره خودی جرازی بتن چت بیش بیش ان النبی صلی الله علیه و سلم قال پیغمبر افا خفتنا گود گوتی صلاة الرجل فی جماعت تزید علی صلاته فی بیته و صلاته فی سوقه بضعا و عشرین درجه نویجا مروفی المالا مروفی بتن آن الجيش ولا مروي بتسي كذا بازار دابة يعني نال مزجاتي بتن أجر أف نفجا فارس مروي كير أف نفجا كبتن أبو مروي تت حسابه نفجا مروي المزجاتي كير دي شوابة بيش تنص هكير مروي نفجا بجماعة كير ديش نفجا مروي يا مال ويا سيكة زيادة تربة هكير مروي المال كير آن تسیکی که تو نشون نویجی دیپ ایکی بد. اگر تب جماعت کر المزگتی دی او نویجت از زیده تر ایتش نویجت تا یل مال آنیت مزگتی بدعا و عشرین درجه. بدع سی حتی هفته یه. یعنی بیست و سه جارا، بیست و پینجا، بیست و هفتا، بیست و ششا. حی روایتت هن بیست و نها دی خیراوی هنت مصدر بد. نویجه که دل مال که اب ایکه یا دل مزگته که بیستو تشتکانه بیستو حتی بیستو نهانه شیب رب العالمین زیاده ترجیلی بد لی بکد و ذالک بشت ها هو سوخت مرف رابی ان احدهم اذا توضع فاحسن الوضوء ثم اتى المسجد هکر ایکش و رابی و دست ها دست نویجه که لاغر و هیدی ها قصد مزگته که دار نویجه خودت دا بکد لا ينهزه الا الصلاة وشت تشتوي الشمال ندري خد إلا هجبر نفيجي يعني دي رابط الشمال دس نفيجي قرتي دي قصتا مزقاتي كت أفينية تيبكتن لا يريد إلا الصلاة يعني شت تشتي أفين شمال ندري خستا هكرنا نفيجبا دول مال بتن بس ما دم نفيجي وخذت بتحيي على الصلاة ورن إفلاحي ورن نفيجي أفاجي دي رابط قديف قوتنا خذيشتن بشتاكر مروفك أهوب كتي لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة الله أف مروفا وكي بينغابا كت آفجة بيو بينغابا دو شول تشيد بن إيكي دي خيرا يبو إتنوي سيني ودي قلنا هاي جيفا أبقابا كي تا بيست غاف هاوتن بيست خير بو تهان نوي سيني و بيست قلنا هاي جيش تابا بين أفا چل باشيل تزيدا بين أفا بشتاكر مروف هو صاد شو مزجته حتى يدخل المسجد حتى بشت مزجته أفا خيرار ريفا شونا مزجته فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة تحبسه أجر أف مروفا شو مزجته فهمية من بحث هندي كم بيغمبر دي بحث ملايكة تاكت أجر حالة مروفي ها أفا بتن وكي شو مزجته و اش مزجته ندركت حتى نفيجي بكت وقتت مين تلهيفيا نفيجي جي أو جيبوي نفيجي أفا نص في قال جرى أم تنقافت بين أن ملا تأخير كير أن زيدا كير بوشي نزيكا نفيجي ناكت أن بوشي نها تشتت هوسان فان غازن دات كين أوجي شيطان باش تهلو لازيبكا تخيرة الفيري المزقاتي تماي ها ملا نهات ها دريش كير ها وقتي بوشي ديال الفيري يعني دا أو خير بو مروفي تشينا أو مانا مروفي المزقاتي الهيفيا نفيجي أوجي هاروكي توت نفيجي دا فإذا دخل المسجد كان في الصلاة هكذا تشويت درجه مزجته فاكر تشويت جوربا هر وكي تشويت الركوع والسجود ده رب العالمين بوتر نفيش حسابه ما كانت الصلاة تحبسه هنديه تلمين الهيفيا نفيشي طبعا ده جرى من الهيفيا نفيشي ده سنة كي كتو ده بشتينج من الهيفيا ومقدارك وحتى بصرمان بين وحتى إمام بيت وقامت أفهمي حتى مربت الله أكبر او وقت مروی درگاه جوکری هر وقت مروی گوتی الله اکبر مروی نویجی دا
والملائكة هم دين سر موضوع ملائكة شو علاقة جل بهنا والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه ملائكة دي شكن وقت انت قصنا مزقاتي كده بتأخيرا دعاء بتاكين حتى تشي مزقاتي وقت شوي درجها فاكر دي بتدعاكن ودي بيجن دي الصلاوات تنسرتا يا ربي تو الرحمة بيبي يا ربي تو دعايتو تو قناهي تو بغفريني تو دعايتو يقابل بكي تشبالا ومصيبة الدنيا بارزيتو يعني فان تشتادي هندي مروف جهن بيجي دابت هندي مروف جهن بيجي دابت ثم يقول باشي دي بيجن اللهم ارحمه يا ربي تو الرحمة بيبي اللهم اغفر له يا ربي تو قناهي تو بغفريني يعني هر ايكي ملايكتك الهندا بيسيري يود بيجتين الله اللهم تب عليه يا رب تتوب برزقي بكي ما لم يؤذي يؤذى فيه هش عزيت نجهان دي ايكي ما لم يحدث فيه وكين فيش بطل نكري يعني ازيتك بجهينة ايكي بشتهين جدي ملايكة راوستن ابي ده صافت خلاتي ابا باري في قابل نفيج بي في قابل في نفيج ده ازيت جهان دي ايكي بيجا كان چه نوعي ازيتيه بشتهين ازيتي نجهينة كاسي وهندش يعني بيدس نفيجي نبيش نفيجي خلاص نبي وموضوع نفيجي ما لم يحدث فيه أنجي باخف صحبتك قادي تري نفيش خلاص كر شو موضوعك يا دنياي أبا أبا ملائكتي هو صبو دعاتكن حديثة قادي بيغمبر بي صلاة قد السرب نسا علاقة ملائكة الجلماء شوانا الملائكة يتعاقبون عليكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ملائكة يتعاقبون يتعاقبون شيا عقبة يعني بشت يعني ايك وقتيتيت يدي ديفراتيت ايك الديف ايك تيتن افا شو شولوي خلاص بي افا ديهات يدي تري ديف دا يعني ايك الديف ايك وقت ايك رابي يدي هات جهوي ملائكة بالليل هند ملائكة يتشان يشفينا وملائكة بالنهار هند جيت روجينا ويجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة الصبح اف ملائكة كومت بنجل ايكو دو اتنفجة فجر دا نفجة فجر دا ونفجة يعني نفجة ايفاري نفجة فجر معناوي دسبيكا روجية و ايفارجي دسبيكا شفية هو صدين معناوي هردو ملائكة نفجة ملائكة الجل مروفي بشفي حتى نفجة سبيدي ملائكة الروجي جديين جل نفجة سبيدي اوید نویجه حتا نویجه سپیده من جل مروی او دیچن اوید دین جل مروی حتا نویجه ایواره نویجه ایواره جی نیسا ملائکت یت شوی دی این دی ملائکت اوید روژه من جل مروی حتا نویجه ایواره شنکا دیچن یعنی ایک ایکی بدلت تیت کم بن وان هر دو نویجه دا ثم یعرجو الیه الذی باتو فیکم پشت هنگی دیچن دف رب العالمین امین من اوید من دف مرویش روژه نویجه سپیده من جل مروی حتا بانگی حتا نویجه ایواره ويد نفيجا إيفارج من جل مروفي حتى بانجس بيدي فيسألهم وهو أعلم بهم دي شند في خدي وخدي دي بسيارة جيكت وخدي هميت شاد زانت نوع بسيار أبا مروف نزانت بس رب العالمين زانت بشت كيف تركتم عبادي وعبدت متشوهيلان هي نجدا فند عبدت مهاتين بلي وتشوهيلان فقالوا أفرد ملائكة أو ويدي تري وقتت شن خدي في بسيارة جيكت دي بيجن تركناهم يصلون وآتيناهم يصلون بشت أم ميت هيلان أبيتكو بيجن أم دي هيلين بشت يا ربي والله ما برا خداي ميت هيلان اتنفيجي دابين ويدي بشت يا ربي والله أختي أم شونجي اتنفيجي دا أبا يعني شو لملائكتنا مدحت ما بصرمانا خدان إيمانا دف رب العالمين كن دا رب العالمين شلب كيب تشافي الرحمي برا خدتي لسا مجلس الذكري وباشي وخيري وقنجي ملائكة حضرت بن أف ملائكة بيغمبر حديث بي صلاة خد السر بن إن لله ملائكة يطوفون في الطرق خده هند ملائكة تهن الريكا كولانا تينو تشن يلتمسون أهل الذكري بري خدن كا كشمروف دي علمك يخيني دي عبادتك كيت دي خيرك كيت يعني يتباشينا أهل الذكري يتذكري فإذا طبعا ذكر أم تنجهن بس لا إله إلا الله أم دبي بيجن ذكر هر شولك أم بكين كو خدي قوتي أو ذكرة يعني بيشولي خدي تدبير أمروبي تاجر تجارة تكت إكهاد تشتكي غش إنا دف بيجن برا أز غشي قبل ناكن بوشي خدي البيراي خدي غشي قبل ناكتن دراوي ناكتن سندي ناخد بوشي سندي ناخد بوشي دراوي ناكت بوشي عيبي نابشيرتن تجارة أو ريك دنيا أجي خدي البيراوي
هذا ذكرى وكي إيك تشتكي بجتي دراوي ناقد بجت بجت أف ملائكة الفن وعمر وفاد يرهن فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا وقت وان هندا مروف ديتي ذكريت كن خاصة بجن فما وقتك مشول نينا كبوش أم نارين خواري علمك بخينين دعاءك بخابكين إيش ما قرآن بخين تيدي قو خبدتي وقرآن نشاء كدب دين يعني خدي بين بيرا خواه خدي هود بجت هود بجتا بشت وقتي هندا مروفات بين وصايت كوم بين ديغازي إيكو دوكين بشت وارن 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 تنادوا هندا ديغازي هندا كدي هلموا إلى حاجتكم وارن هم عامل فيت قرهين عمل الدنيا يتقرهن تشتكيه صابين قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا بشت وقت ملائكة دامروا وهو صابين الدنيا دا دي تشنجت خدن دورمان توانا والبلنداهية حتى عسماني يعني ملائكة دي يعني تشنجت خدن بروانا بشتراك أفا خيرك هما دا أمل دفانا بين شوا وكي إنسانك صار ماي یل آگیره که دیگره تن وقتی آگیره دیده خود دورمانا و اوش دورمانا ناشد بوچی هندی حد بویو خوشه الوی سارمای اف آگیره هی وسا اواجی یلی دیگرهن بیشتن الوی خیره هنده مازن ورش داج رسم در نکفت چنگی خود دن دورمان وان مروفا اوید وی ذکریت کن قال فیسألهم ربهم عز و جل و هو اعلم بهم بس رب العالمين دي بسيارة جيت هنشون دنياي بلي وهندا تجديد بلي بسيارة جيت كتن ورب العالمين همي بسيارة جيت زانتن ما يقول عبادي مش عبدت مش تقول تأبت هنشون داف قال دي ملائكة بجن يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك يا ربي فان مروات قلت سبحان الله قلت الله أكبر الحمد لله إن رب العالمين مش فهل رأوني ما وان أزديت ما تبجن يا ربي توي باكو منزه والحمد لله سبحان الله والله أكبر فيقولون لا والله ما رأوك بشت يا ربي والله مزناهيتا وانا تنديتا فيقول دي رب العالمين كيف لو رأوني بما دم أسنديت ما يدبن سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله بهك أزديت بام دا شهادات شكين السماء لا يكذب يقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تحميد تمجيدا وأشد لك تثبيتا مش يا ربي هكا تديت باي مضت هو صابا وكي تكبيرات الدان دا قالك في قوي تربن وتسبيحة تذكر دا قالك في قوي تربن قال فيقول فما يسألوني رب العالم بيشتنا وان عبدت متشب السيارش متكير اختي هن الويري وقوي خداي قال إن ملائكة بيبادي من فيقولون يسألونك الجنة اشتي يا ربي أوانا تقول يا ربي تما ببحشتي يا ربي تما ببحشتي أف بصيارة بخش تذكر يا ربي أوان مروفت أمشوين في الدنيا قال دي رب العالم وهل رأوها هم بحش دي تاحتا هندما رغبت بوانا دي سارة ملائكة بيجن يقولون لا والله يا ربي ما رأوها والله وانا نديتا قال دي رب العالم فيقول كيف لو أنهم رأوها بهك وان بحش دي تبا داو شوابن يسا رب العالمين هو صباح ستيت أمچنا حتى رب العالمين هندا بحث ما بكتن الدف شيترين مخلوقات الدنيا الذي كوني ذاك ملائكة أذا قيمتك يا رب العالمين في قيمة دتما دتما همية وأمت شوانين فيقول دي غازي كن بشتي بهك وان بحش دي تبا دا شوابتن بشتي يا ربي هك وان دي تبا كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة قلت يا ربي دا قالك لا فلافي كنو دا قالك بجن يا ربي تما ببحشتي ودا قالك في قوي تربن هش نديتا ويدا خوزش تتكن إن رب العالم بيشتن فهم فممن يتعوذون باشا دا خوزا بحشتي شمكرت ما ببحشتي خب چت پارز گوتي يا ربي تما شت پارزي چت گوتي گوتي پارستناوان چه بي وقت گوتي ما پارزا شتشتي فيقول يسمى لا يكذب من النار يا ربي ما بارزش أجر جهنمي بشتي باشا أري وانا أجر جهنمي ديتا بشتي نخير يا ربي وانا نديتا هكا ديت با بشتي رب العالمين بشتي با هكا ديت با أجر جهنمي جهنم شانت يا مظنة رب العالمين مهمية وهمي مروفة جب بارزتن إنا بشتي هكا ديت با يقول لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة بشتي يا ربي هكا وانا جهنم ديت با تا قالك جرفن وذا قال اجي ترصن قال لسا رب العالمين بيشتن فيقول فاشهدكم اني قد غفرت لهم رب العالمين دي بيشت ملائكته هن شاهد بن من قنهت وان مروفا غفراندن اسلي بوري مقنهت وانا همين بيشكرن قال يقول ملك من الملائكه فيهم فلان
ليس منهم إنما جاء لحاجة مشت ملائكتك مش ملائكتا دي بيشتن يا ربي والله هندكت نافان مروفادا بين أفيد جامير نبو شولي هاتبين بس ما وجرهاتن رويشتن خارج الوانا وأو شول جي نتكر هما نيتوي شولي بين بس ما وجهاتن برا خدا هبه هندا مروف يه بحسي خيرتكن باشيتكن هما وجه خدا جلوانا ورينشتن خارج الوان بادي وانا يعني هاتم شولا كي دي هبي بس خدا جلوان إن بيت رب العالم مشت هم الجلساء لا يشقي جليسهم أو كومكن اوید چه جلوانا جیر نشتن الجلوانا بکت اوید باشید کن او جی شقای و نخوشی نابینتن معنی اوید دی ویجی دب جلوانا که چه خیر بوانا هیا بو ویجی هبی اوی خدا جلوانا هر وصا اوی خرابید کتن اوی خب دید جل خرابا جی چه گناه و عذاب و نخوشی بوی گناه کار وی خراب که گناه کاری هیا بوان جیت هین اوی بچن مجلس اوان اوی خب دنی اوی شول ملائکتانا و تو عطا من صحبت سر ملائکتا می اختنا یا حدیثه که پیغمبری این صلاوت خود سر بم دو ماهی این پیغمبر حدیثه که دید به صلاوت خود سر بن کو تجی عامت کن ام علمی بخینین مشت ما من خارج خرج من بیته فی طلب العلم الا وضعت له الملائکة اجنحتها ردا بما يصنع نینا مروفا کشمالا خدر کهوتن هدف او آرمان جاوی به اوابتن بچت هنده علمی بخینتن إلا أف ملائكة دي إن شكن دي تشنجت خرائخن إلا وضعت له الملائكة أجنحتها ردا بما يصنع هندي هند كيف وانا أبذي مروفيتيت بشت أبي علمي تخينة ملائكة تشنجت خد دينا سر خاطر أي بشت بلا سر تشنجت مرة بلا سر آخر نشت طبعا قالك سيدي تريجي يتفشن دي هين افشن دم هاتين دم هيك في خلاك ايش برنامج ما حتى خلاك كادي رب العالمين قال مهاميابة بري مبدا طريقة خيري وباشية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.